السلام عليكم ومرحبا بكم في اقتراح جديد من اقتراحات مائدة رمضان. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الفطائر اللي معمرين اللي تيجيو رطبين وغزالين بزاف، يعني درتوهم اكيد ما غاديش ندموا عليهم. اول حاجه غادي نديرو هو غادي نحضروا العجينه، ومن بعد غادي نشوفوا المراحل ديال تحضير الفطائر. هنا العجينه غادي نحتاجو عندنا هنا جوج كيسان ديال الفرص، اللي غادي ندير معاهم كاس ديال الفينو، غادي نزيد لهم عليهم هنايا واحد معلقه صغيره ديال السنيده، واحد نص معلقه صغيره ديال الملح، غادي نحتاجو هنا الخميره، ممكن ديروا المعجونه، ممكن ديروا هذه ديال هاد الخميره البودغ. غادي ندير هنايا تقريبا واحد نص معلقه كبيره حيت باقي شويه بارد الحال، هنا ندير الزيت تقريبا جوج معالق كبار حتى لثلاثه. صافي دابا غادي نديها للعجانه حتى تعجن ليا مزيان، تدلك مزيان، وغادي نغطي عليها ونخليها تخمر واحد شويه. واللي بغى يعجنها هكذا بيديه يعجنها، غير هي تبغي شويه دلك باش انها تكون تجي مطوعه في الخدمه وتجي مزيان. بالنسبه للماء غادي ندير الماء دافي، ما يكونش دايز عليه السخون، يعني يكون غير دافي شويه هو باش غادي نعجنو، والقياس ديالو غادي نبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى نحسو بالعجينه تجمعات، ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش عاود شاريه. ها هو هنا العجينه من بعد ما تعجنات بالعجانه مزيان، هي تجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، تجي ماشي جاريه رطبه بزاف وماشي قاسحه. صافي غادي نجمعها بحال هكا، غادي نغطيها ونخليها تخمر واحد شويه، غادي نبداو فيها الخدمه. هنا بالنسبه للحشوه عندنا هنا واحد المقله، غادي نديرو فيها شويه ديال الزيت، ندير هنا واحد البصله متوسطه حتى الكبيره تقريبا، غادي نزيد عليها هنايا عندي صدر ديال بيبي، ولا ممكن نديرو حتى صدر ديال الدجاج راه بحال. وغادي نزيد عليها هنايا الفلافل الالوان، غادي ندير هنا شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، هكذا تقريبا الراس ديال المعلقه، وعندي هنا البزار، درنا شويه ديال الفاصوليه، صافي غادي نديرهم فوق البوطه تتشحروا ليا مزيان، وديك الساعه نزيد عليهم هنا عندي الكرعه الخضراء محكوكه، غادي حتى ينزلوا شويه ونزيدها عليهم. صافي نخليوها حتى تبرد باش نعمروا بها الفطائر ديالنا. هنا العجينه ديالنا من بعد ما خمرت اما تنشمعوها بحال هكذا ونجمعوها هكذا شويه غير باش تحيد منها داك الهواء. صافي دابا غنبداو نقطعوها، نقطعو القياس اللي غادي نديرو بيه الفطائر ديالنا. أما هنا من بعد ما كملنا الكويرات ديالنا غادي ندير عليهم هكدا شي سريكيتا وندخلهم يتسرحو غير هكدا واحد خمسة ولا عشرة دقايق،
تجيني ساهلين. هنا من بعد ما وجدت لي العجينه ديالي تسرحت شويه، صبت انا واحد الطاوله اللي درت فيها هنايا بابي سيفريزي اللي غادي نبدا نحط فيها الفطائر. هنا الحشوه من بعد ما طابت وبردات، عندي هنا الفرماج الاحمر محكوك غادي نزيدو عليها. هنا تناخدو العجينه ديالنا تنطلقوها بحال هكدا، تنحسوها هكدا على شكل دائري، وتكون رقيقة شوية لأنه من غادي نديرو طرف على طرف غادي تغلط ومازال غادي تخمر، غادي تنفخ لما تكون رقيقة شوية. هادشي ها اللي نديرو فيها الحشوة، بلا حتى مندير فيها لا دقيق لا والو، نخليوها هكدا تتلصق باش تلصق العجينة على ختها. تنهزوها هكدا بالحشوة، تنديرو هكدا طرف على طرف، حاولو نلصقوهم. من بعد تنحاولو نديرو بحال هكدا، تنخليو تقريبا هنا جهد ما كملش سنتيم، تنبداو نوركو هكدا بصبعنا، نحاولو نوركو شويه بالجهد باش تلصق العجينه وباش ترسل لينا هكدا الحشوه. تناخدو هكدا الظهر ديال شي معلقه اولا ديال شي موس، نحاول ندير بحال هكدا، نجر هكذا شويه بالجهد باش ترسم لينا هاد الزواقه اللي تجي هكذا على شكل مريضه. قلت لكم نحاولوا نوركو هكذا شويه، ها هي كي تشوفوا تجي على هاد الشكل، تجي هكذا مشنفه من جناب بلا مرشم بلا والو، تجي على شكل مريضه. ندير معكم واحده اخرى، هنا واحد الملاحظه بغيت نقولها لكم، هكذا فاش تكون تنزلوا العجينه على خطا وتبقى هنا الهواء، فاش تنبداو نوركو بحال هكذا هاد الهواء اللي تيكون هنا تيدفع لينا هاد سميتو ما تيخليهمش يبقاو، تتحل لينا الفطيره ديالنا. الا هكذا تنفخات ضربوها هكذا بالموس واحد الضربه باش يخرج داك الهواء، باش تبقى شاده لينا الزواقه ديالنا مزيان ما تحلش لينا ملي تكون تتخمر. هنا بالنسبه اللي بغى يجي فيها هكذا الفرماج يكون شويه كثير، عندي هنايا الفرماج ديال الساندويتش اللي قطعته هكذا، غادي نفرشوا الحشوه هو الاول باش ما يوصلش ليا هنا الجناب، داكشي باش حتى تنقطعو. اما انا هاد الفطائر ديالنا بعد ما ارتاحوا شويه خمروا واحد شويه تبدا شويه تحل لهم هاد السواقه، نعاود نورك عليها واحد شوي. غادي نجد هنا عندي الصفار ديال البيضه، ندير عليها واحد الشغيمه ديال الحليب، درت واحد القطره ديال الخل باش نحيد تصويرات البيض، صافي تنبداو ندهنو الفطائر هكذا.
وهنا قبل ما ندخلهم للفران غادي ندير فيها هكذا شي واحد شي خطيطات هكذا بالموس غير خفاف، يعني ماشي كان غير هكذا نجرحوا العجينه ماشي ندخلوا لداخل حتى نوصلوا لافارس. بالنسبه للفطائر عطاوني اكثر من هكذا، يعني هادو اللي درت في الطاول اخرين درتهم في طاوله اخرى. المهم صافي هكذا تنشدهم ندخلهم للفران، نشعليهم العافيه من التحت حتى نحس بهم طابو من التحت، وصافي نشعليهم من الفوق حتى يتحمر الوجه ديالهم مع اللوين زوين. انا غادي نزيد هكذا واحد رشاشه ديال البافو شي وحدين على هكذا باش يجيو هكذا. هما كانوا هادو هما الفطائر ديالي، هما كيف تشوفوا تيجيو رطبين وهشاش. هادو اللي زوقت بالبافو، وهادو العاديين تمره تيجيو زوينين. شوفوا هاد اللوين هكذا ذهبي، ديما غتكون تقابلوهم في الفران باش ما يدوش ليهم هكذا يتحمروا اكثر من هكذا. شوفوا كي تجي يجي تشد داك الحشوه لداخل، وهنا كي قلت لكم الاحسن واحد ما يديرش العجينه غليظه باش ما يجيش هنا متقص. ممكن هادو هما الفطائر ديالي، نتمنى يعجبوكم، نتلاقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه والسلام عليكم.